خلونا نبدأ معاكم الحلقة بدعاء كنت دايما بدعيه، كنت دايما بقول اللهم ارزقني بحجة وعمرة هذا العام. دايما كنت بدعي الدعوة دي، وطول الوقت كنت مشتاق للزيارة. وأول حاجة عملتها لما حوشت مبلغ صغير إن أزور بيت ربنا، ربنا ما ردش الدعوة وقد كان. وبالرغم إن في الوقت ده كنت داخل جمعية صغيرة كده واتنصب عليا، وفي نفس التوقيت كنت عامل مشروع صغير واتسرق، وفي لحظة بقيت على الحديدة. لكن دايما تأتي المنح من قلب المحن، وبعد كام شهر كل حاجة اتحلت وربنا يسر الأمر وقدرت أجمع مبلغ كده علشان أسافر. خلوني بقى أحكي لكم ببساطة وبدون كلام كبير المشاعر اللي حسيتها بالتفصيل في أول زيارة ليا للأراضي المقدسة. أنا مش هحكي مناسك، أنا هنقل المشاعر. أول ما وصلت للمدينة المنورة، نور المدينة وجمال المدينة وعطر المدينة وأهل المدينة يخلوك تحس إنك في عالم تاني. وأول مرة دخلت المسجد النبوي ما كنتش مصدق، لقيت نفسي بتأمل في كل شبر في المسجد. معقول أنا في المسجد النبوي؟ معقول سيدنا النبي كان بيقعد هنا وده بيته وده قبره؟ يعني أنا في نفس المكان اللي فيه قبر سيدنا عمر وأبو بكر. لقيت نفسي داخل للروضة الشريفة بكل سهولة رغم الزحام الشديد. صليت هناك ركعتين. أنا فاكر وقتها كنت عامل إزاي، جسمي كان بيترعش رغم حرارة الجو العالية، لكن من عظمة المكان غصب عنك هتلاقي جسمك بيتنفض. خلصت وعديت من قدام قبر سيدنا النبي، بدأت دموعي تنزل من الفرحة ومن الرهبة في نفس الوقت. سلمت على سيدنا النبي وقلت له السلام عليك أيها النبي، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل دينك، لحد ما وصلت لقبر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. ورجعت قعدت في المسجد النبوي لحد صلاة الفجر. أجمل 5 أيام في عمري كانوا في المدينة المنورة. وبعدين طلعت على مكة. أنا رايح أغسل قلبي من ذنوب سنين، أنا مش راح أتفسح ولا أتسوق. كنت عارف هعمل إيه بالظبط. 7 ساعات من المدينة لمكة، وإحنا لابسين لبس الإحرام في مشهد عظيم أكيد كلنا عارفينه، وكنا كلنا بنقول في نفس واحد لبيك اللهم لبيك، أنا جاي لك يا رب، أنا جاي لك بين إيديك، لبيك لا شريك لك لبيك، أنا جاي عشانك أنت يا رب، ماليش غيرك، وتعبان ومكسور ومليان ذنوب ومعاصي. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 7 ساعات وإحنا بنلبي، ما كناش بنقول نشيد، إحنا كنا حاسين كل كلمة، كل كلمة كانت طالعة من قلبنا بجد، لحد ما بدأت تظهر أنوار الكعبة وساعة برج زمزم، وبدأ صوتنا يعلى في التلبية. حماس رهيب للوقوف قدام بيت ربنا، كلنا بلا استثناء غرقانين بالمعاصي وتعبانين من هموم الدنيا وطمعانين في كرم ربنا انه يغفر لنا. وصلنا مكة ونزلت امشي وعمال ألبي وسط كم مهول من الناس، اشكال والوان من البشر. والفوج اللي كنت طالع معاه قالوا لي تعالى احنا هنمشي مع بعضنا، قلت لهم لا انا عايز ابقى مع نفسي، محدش عارف ومحدش هيحس، انا عايز اقول ايه ربنا غيري. فضلت ماشي لحد باب الكعبة مش قادر ارفع عيني، لحد ما بقيت قدام باب الكعبة قلبي ارتجف. انا قدام بيت ربنا دلوقتي، مش شايف ولا سامع غير نفسي، وانا ببكي وبقول اللهم زيد هذا البيت تعظيما واجلالا ومهابة. وكنت عارف ان اول ما اشوف الكعبة ليا دعوة مستجابة. ربنا ألهمني بدعوة وقتها مش عارف جات لي ازاي. انا قلت وقتها اللهم اجعلني مستجاب الدعوة. الإحساس في الوقت ده ما يتحكيش ولا يتوصف، ظهور رهيب. الكعبة مش زي اللي بنتفرج عليها في القنوات، دي أعظم بكتير.
وفي بداية الطواف ما كنتش عارف أدعي، كنت حاسس إني متلجم، لحد ما لقيت نفسي عمال أبكي وأقول يا رب أنا جاي هنا ومتشعلق في كرمك إنك تهديني وتغفر لي وتطمني. وبدأت في الطواف، وساعتها افتكرت جملة سمعتها من راجل كبير قال طواف القلب أهم من طواف الجسد. أما حتة جملة إنك تطوف بقلبك مش بجسمك، قلبك هو اللي بيتحرك مش رجلك. المهم خلصت طواف، وبعدين صليت ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم وعمال أدعي واتذلل، وكان في دعوة وقتها والله ما فرقت لساني، لكن خلوني أقولها لكم في الآخر لأنها مهمة جدا وهتغير جواكم حاجات كتير. المهم طلعت بعد كده على ماء زمزم، وما أدراك بماء زمزم وطعم ماء زمزم. لما تحس إن المية بتجري في عروقك وجسمك، بقيت أشرب بق مية وأدعي بدعوة نفسي ربنا يحققها لي، أشرب وأدعي بكمان دعوة وعلى لسان الدعوة اللي هقولها لكم في الآخر. المهم بعد كده طلعت على السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط رايح جاي، بقول لربنا رضيت عني يا رب، سامحتني، غفرت ليا. تفاصيل كتير يا جماعة ما ينفعش تتوصف لأنها بتتحس، بس الراحة والسكينة والطمأنينة اللي هتعيشهم هناك هيخلوك مشتاق وملهوف دايما لتكرار الزيارة. سامع حد دلوقتي بيقول لي طيب ايه الدعاء اللي كنت دايما بتدعيه هناك وقلت انك هتقوله في الآخر؟ أقول لك الدعوة دي يا جماعة والله ما فرقتني، والله كنت بدعيها وببكي، حلم بعيد عني لكن نفسي حققه، وأنا كنت على بعد أمطار من الاستسلام. كنت بدعي وبتذلل وكل يقين كنت متأكد أن ربنا هيكبر بخاطري. كنت بدعي وبقول اللهم بلغ صوتي للأفاق واجعلني سبب في إسعاد العباد. أنا دعيت الدعوة دي من سنين طويلة ونسيتها، لكن رب العباد ما ينساش. فصدقوا أن يمكن قعدتي اللي أنا قاعدها قدامكم دي كانت ببركة الدعوة دي. أنا قاعد دلوقتي وعمال أفتكر شريط من قدامي عمال يعدي مليان ذكريات. سبحان الله يا رب على عطائك وكرمك، اللهم بلغ صوتي وصوت كل حائر للآفاق ويجعلنا سبب في إسعاد العباد، ويرزقنا جميعا بعمرة وحجة هذا العام. تعالوا نسمع.